السلام عليكم. لو انت عايز تعمل فيديوهات فانت ممكن تيجي هنا في الاستوديو وتقول انا عايز اعمل رندر. اول جزء ده بيبقى الصور، فتقدر تيجي هنا وتقول له علامة زائد وتعمل رندر للصورة ديت، ولو عدلت فيها ممكن تعمل ريفرش بحيث ياخد اخر صورة انت عايزها. تقدر تقول له انا عايز ارندرها بمستوى معين. لاحظ ان في بعض الحاجات كان شكلها ضعيف وبدأ انها تبقى كويس عشان تتعمل رندر حلو، وهنا هتلاقي المكان اللي فيه الرندر. طيب بالنسبة للفيديو فانا انت ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز نيو، وتبدأ تاخد مثلا صورة هنا وتاخد صورة تانية في اي مكان تاني انت عايزه وتضيف، فيبدأ يتحرك بين الاتنين بشكل زي كده. طيب ممكن توقف وتقول له مثلا ضيف كده، فيبدأ يضيف لك اللقطة اللي انت عايزها. طيب ممكن نقول له بقى احنا عايزين نرجع تاني للصور بتاعتنا، كل الفيديوهات كلها. لاحظ الاسم ده مثلا ماكدونالدز، ده كروس وورك، يعني تقدر تسمي الاسامي اللي انت عايزها بان انت تدوس على التلات نقط دول وتلاقي رينيم، فتعدل تلاقي الخصائص تعدل فيها لو انت حابب. طيب لو انا عايز اشوفها بشكل اقوى فممكن اجي هنا على بريسنت وادخل هنا في البريسنت واجي هنا واقول له نافيجيشن، فبلاقي اللقطات اللي انا عملتها موجودة، فتقدر تتنقل فيهم وتشوف الفيديو زي ما هيطلع لما تعمل الرندر. طبعا ساعة الرندر هيبدأ بقى يديني حاجة اقوى. الريكورد بقى بيسجل الفيديو بيتحرك ازاي، ده لو انت عايز تاخد صورة. طيب خلينا نخرج من ديت ونرجع هنا. لما بتيجي تعمل الرندر هو بقى الطرق دي بيبدأ يظهر على حقيقتها، مش بيظهرها بلون، بحيث ان انت برضو تشوف العربيات اللي موجودة والمشاة وكل الحاجات دي تقدر تظهر معاك.